لطيف يا لطيف. شو هاد يا شباب يا شعب الحارة؟ المشغل عم يحترق، الحقونا يلا يا شباب. يا شباب عمي. ما لازم تسمح له لهذا الواطي يلمسها لبنتك. ولك انت لا تتدخل بهي الشغله. كيف ما اتدخل؟ انا ابن عمها، ابن عمها، وبحق لي اقول مين اللي يعالجها. مين بده يلعبها؟ يعالجها يعني تعالجها وحده دكتوره او يعالجها واحد دكتور، بس مو هاد. حبيبتي لا تخافي، انا معك. بجوز تتوجعي شوي بس لا تخافي.
ان شاء الله ان شاء الله تسعدني. شو اسمها هي البنت؟ بوسينة. بوسينة لو سمحتي لو سمحتي. خير شو في؟ هلا انت بتقدري تعالجيها لهي اللي جابوها من شوي محروق وشها؟ مين حضرتك؟ انا ابن عمها. لو سمحت لا تتدخل بشي ما بيعنيك. لا اذا ما عالجتيها انت انا بقدر باخذها على غير مستشفى. قلت لك لا تتدخل بشي ما بيعنيك والا بجيب لك الشرطه. ها شو الشرطه يعني؟ هلايك تعال هذا اللي عليك المصدي ما بدك تبطله. اذا بدك تضل زعلك روح نقلع الحاره. نقلع ولا تعرفي لي وشك. نقلع. ماشي ماشي. عمر القهر لو دام همي على حالي ونجارت الأيام غير الصبر مالي مالي. أمي الدكتور عصمت ذكي وإنسان رائع. أنا ما بحب أهله. دكتورة استجي لعنا مرة تانية جيبي معك الدكتور عصمت. بوسينة شو هالطلب هاد؟ شو هالوقاحة؟ أمي أنا آسفة إني فتحت الموضوع. والله يا أخي ما عاملي لا شيء. الله وكيلك طول الوقت متحمين غلاظتها وسألتها بس هي البنت عقربة سما قاتلها. الله ستركم. اي والله الله ستركم. اي والله الله سترنا. ما طمنتوني كيفن البنات؟ ان شاء الله ما حدا صار له شيء. ليلى وبدرية وسعدية وحسينة شلونه؟ هلا اكثر حدا احترق هي ابتكار وبعدين بوسينة. وانتي بتعرفي يا مرتخي ليش اكثر شيء تأذيت انا وبوسينة؟ لا ليش؟ لانه فتنا جبناها لابتكار من نص النار وصرنا نطفيها بايدينا واواعينا. مشان هيك يا اخي ما تسالني شو عاملين هذا اللي عملناه معه. لا بقى تسألني لا عن افتكار ولا عن يلي سويته لأنه ما عاد بدي اتذكر شيء. الله يسامحها ويشفيها. الحمد لله على سلامتك يا فل. ألف الحمد لله يا رب.